سو جايز احنا دلوقتي في الكافيتيريا. صباح الخير. النهارده احنا اول يوم في اخر اسبوع في سمستر 2 مع بعض. قاعدين في كافيتيريا البيت انا وميران وجنة وايا وحالة مبتسمة جدا ومريم. بالظبط. فانا هبقى معاكم على مدار الاسبوع ان شاء الله وهفيكم بكل الاخبار الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لسه مخلصتش. هاي انا مريم. مريم صوت. خلصنا الامتحان. ايوه انا اس ام اي اس. انا عندي اس ام بكره، هنزل مخصوص بكره. النهارده علينا نذاكر اكاونتنج. لو قدرت تذاكر ماس بالليل هذاكر. امتحان النهارده بصراحه انا مش عارفه انا عملت ايه بصراحه، يعني انا غيرت الاجابات على اخر لحظه. أربعة المفروض ان عندي امتحان اكاونتنج النهارده اللي انا ذاكرته امبارح وبس. بصراحه انا هروح البيت، المفروض هيكون عندي بكره ماس كويز واي اس كمبيوترايز وبرزنتيشن وكل ده لسه ما اشتغلتش عليه، هشتغل عليه النهارده اول ما اروح. يومي بيزي بس مش في الجامعه، في البيت. عملت ايه في امتحان النهارده؟ كحل. طلعيني وصلنا لاخر الاسبوع. انا نمت الساعه 3، انا بجد نايمه قليل قوي النهارده. بص يعني بصوا انا يعني على اخري. المفروض فاضل ربع ساعه السوق، يعني فيها نوم لان انا هوصل لغايه الساعه 3 مش عارفه ازاي. طيب انا هروح اراجع و سي يو ذير، يعني سي يو بعد الامتحان. شايفين الشياكه عشان البرزنتيشن؟ البرزنتيشن بقى اوتفيت ميرون جامد. انتوا الثلاثه مع بعض؟ ايوه. فريده انت المفروض كنت تلبسي بنطلون اسود. خلاص بقى. عملت ايه يا ساره؟ يعني الحاجه الورك شيت، تو ورك شيت اللي انا ذاكرتهم هم اللي جم، لان انا افتكرت ان الورك شيت كان داخل بس الحمد لله مش داخل. لا الحمد لله خالص. بس لكن اوفرول مش حاساه صعب قوي. لا هو مش صعب، هو بس كان محتاج يعني مذاكره زياده شويه، بس الحمد لله هو ما كانش صعب. ننقل الاسايمنت يا جماعه. الاسايمنت على اخر دقيقه. انا بنقل تكتبي برضه الاسايمنت. عملت ايه في الايه؟ مش يعني بصي هو كان سهل وفي نفس الوقت صعب، هو كتير قوي. كان انا كتير قوي. تلاقيش بحب اقول انا تعبت. انا النهارده كويز ماس وعليا اسايمنت. انت داخله بكره ليه؟ وعليا برزنتيشن ولسه ما بداتش فيهم، لسه مخلصه اسايمنت وخلصت كويز من شويه ولسه هبدا اشوف البرزنتيشن عن ايه. انا عايزه انام دلوقتي لسه فاضل ساعه. شفتي يا جدعان الميك اب؟ ميك اب باي بيبا تامر ميك اب ارت. متوتره قوي بس خير يعني خير. فرحتي اللي انا خلصت التوتوريالز كاني خلصت الفاينلز، يعني مش عارفه في ايه.
نتركض. هاي ميرز فلوج. هلو. ايه اخبار في امتحان النهارده؟ كان حلو قوي جماعه، حلنا كويس قوي. هما مدينا الايام دي نذاكر فيها قبل الفاينل، فيعني مثلا الايام اللي انا معلمه عليهم اصفر دور هما الفاينل. بس بعد بقى ما بقسم الليكتشرز او الورك شيتس وكده على الايام بتاعتي، بجيب التودو ليست. التودو ليست دي بتبقى بداي باي داي، يعني كل يوم مفروض هعمل ايه، بس دي بقى بتكون ديتيلز اكتر عن الماده نفسها. طيب انا قررت ان اروح النادي علشان اروح اجدد الطاقه، فليتس جو. عايزة اجهز الشنطة. ناخد معانا ايه جماعة؟ انا متضايقة وعيطت فوق في اللجنة، مش في اللجنة، بعد اللجنة يعني. ويولا جاي رايحة معايا، مروحة معايا علشان ما عيطش في العربية، عشان انا لو مروحة لوحدي هعيط. الامتحان كان وحش قوي. هي هتعدي صدقوني يا جماعة، الموضوع بيعدي. ده العادي بتاع الجامعة صدقيني، انه عادي انك تجيبي اف، عادي انك تجيبي دي، تجيبها بي في اكاونتنج 1. واو، فانت متخيلة دلوقتي اجيب دي؟ وانا متاكده ان كنت حاسه ان الاكاونتنج من امبارح بذاكره، حاسه ان هو حلو تمام ومرتاحه وبحس كويس. بصي احنا نجيب دي وبعدين نبقى نشوف بقى هي كويسه ولا لا. يا رب يا رب صبرني يا رب. عشان الامتحان بتاع الاسبوع الجاي، لان الكالكوليتر بتاعتي مش نافعه بجد. بعديها في ستاربكس قريب من هنا، فهروح اذاكر بقيه الماث اللي ما خلصتوش امبارح. Thank you.
كل نص ساعة الامتحان. الاكزاميشن هول دي بتجيب لي انكزايتي فظيعة. اسجل هذه المومنت السعيدة، انا خرجت من امتحان السي اس فرحانة والله مش مصدقة. طيب يا جماعه احنا خلصنا امتحان اللو وقاعدين في كافيتيريا السيمو. انا بحب احمودة وعدي، ايه رايكم في الامتحان النهارده؟ عشان ما ذاكرش عدي، ما ذاكرش بابليك وبرايفت لو مثلا بدل ده نجيب على حاجه ثانيه. طب ما هو جاب على بابليك وبرايفت لو. لا ما جابش مثلا، لا اللي هو الكرايتيريا ديفرنشيشن بتوين بوث. عقبالنا يا جماعة. رايحين اوفيس، اوفيس الماد. يا رب يا جماعة نلاقي دي ايه، علشان احنا المفروض متفقين ان احنا عندنا اوفيس اول عشان يراجع معانا شوية. مش هنروح بقى؟ ما فتره الاجازه مغطيه على الامتحان فدي قشطه. أيوة. هو كده كده اي ستيب صح هتحسب بدرجه، فاللي هو ايه ما هو يعني. انا برضو معتمد على القانون، برزع على القانون قدام. أيوة. كل الحاجات دي بديله بوينتس كده بحلها، بس مش بحل كله. دي درجات في النص حتى لو الفاينل انسر غلط. هتلاقي يا جماعه النهارده اخر امتحان يير 1، ما كانش لذيذ، فاحنا بالنسبه لنا ده مش اخر امتحان عشان كلنا هندخل ميك. ليله الليله اسعد الاعياد فرح يا فنفصل. هي جماعة هيركبوا معايا العربية، ناخد أجمل كرايت تاني. هنعمل كرايت فظيعة دلوقتي. خلصنا برستير. حبيت ابتدي بحاجة كده علشان تكون ذكرى خالدة في اليوتيوب او خالدة ليا، ذكريات فيرست يير وهكذا. وحبيت اسأل بقى اصحابي اللي في الجامعة وكده، اي اكتر نصيحة تحب توجهها للفيرست يير ستودنت داخل الجامعة وكده، اي جامعة عامة ان جنرال. اتصاحب على ناس كتير يعني في اول الجامعة كده، واول ناس هتتعرفوا عليهم مش شرط هما اكتر ناس هتمشوا معاهم وكده. تصاحبوا على ناس شبهكوا علشان المنتل هيلث مش قادره تبوس اكتر من كده، ما هي بايظه اصلا من الدراسه. ينجوي قوي السوشيال لايف ويتعرف على ناس ويدخل كلاب، يذاكر اول باول عشان ما يتهنش. ينجوي ذا تايم بره الجامعه عشان السنه الجايه والسمستر الجاي مش هيبقى فيه وقت. انا ما يجيش مجيش. جماعة الترابيزة اللي بتبقى في اول السنة اللي كلكم بتقعدوا في البي 1 او كلكم بتقعدوا في البلاتفورم، بعيدوا عنها عشان مفيش حد بيجي. عشان ما يتخش والله شوف لك اي حاجة تشغل غيرك. ما تضغطش على نفسك خالص او ما تضغطيش، يعني كل حاجة هتيجي بس مع الوقت. ده خلفش لا ما تجيش بس لو مضطر تيجي يعني النصيحة اللي انا ما بعملهاش، ذاكر اول باول. ان هما ما تتطروش خليهم تشيل كده، عشان التوتر بيجيب قلق والقلق بيجيب مشاكل. ما تجيش، ولو عايزين تخشوا جي يو سي ما تجوش بجد، مش هتحبوا الموضوع. بعمل
ان هما يذاكروا اول باول, ما يسيبوش حاجه يعني, ما يزنقوش نفسهم في الاخر. اول حاجه اصحاب اللي هتعملوها في اول فتره كده هتلاقوا الناس كلها حواليك والدنيا جميله قوي, والله مش هما دول اللي شرط هيكملوا معاكوا, هيبقوا فلترد كده سيركل صغيره قوي. وتاني حاجه اوعوا تحاولوا تبينوا نفسكم انتوا حاجه غير حقيقتكم. دول ناس كتير قوي قالت لي بلاش صحاب الجامعه, خلي بالك قوي منهم, ما تعمليش مع ناس قوي, مش عارفه ايه. طبعا خدوا بالكم في اي حته, بس بجد الجامعه دول هتطلعوا منها بجد باحسن صحاب في الدنيا, وعادي وما تخافوش, واتس ساتش نايس اكسبيرينس. عشان خاطر في ناس كتير قوي بيبقوا جداد, بيبقوا من كوميونتيز مختلفه, فبالتالي انت ممكن تلاقي نفسك انت في الكوميونتي ده ممكن تلاقي نفسك مناسب معاهم, عشان خاطر انت عندك نفس الايديولوجيز نفس الافكار. انا يا جماعه بجد كنت داخله الجامعه مش حباها بصراحه, لكن بجد بعد كده لما تقابلوا ناس وتتعرفوا بجد الموضوع هيبقى فيري ايزي, وهتتعودوا وهتحبوا جامعه يعني. انا حبيتها.